aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere laftan anlamaz. شو بدي أقول؟ في بأكل إبراهيم ثقة وخبرة، يعني الطعمة بتاخد العقل. بس بأكل مراد بيك في شي عن جد غريب، من كتر مو طيب بخليك تنصدم وطعمه تقيل كتير. أكل إبراهيم ماله هيك أبداً، البهارات مزبوطة. برافو، يعني أنا حبيت أكلك لأنه خفيف على المعدة وما في كوليسترول، بس أكل مراد بيك سبايسي حده زيادة. النتيجة أنا والله محتارة كتير، معلش فكر شوي وبعدين بقرر. طالما لهلأ ما حدا ربح منكن فخلوني هلأ أحتفل بالمتنافسين سوا. يعني مبروك يا جماعة، النتيجة طلعت تعادل. يعني نحن لحد هاللحظة ما عنا حدا رابح بنوب. شو عم تحكي أنت؟ مو معقول كرم عنا. اهلا وسهلا. لك انا مستقلك كثير. اهلين عمي حسن، هات لشوف عمي، طمني عنك، شو اخبارك؟ نشكر الله كل شيء منيح وعلى كيفك. والله اني مشتاق كثير لحكياتك، بس اكيد ما رح ازعجك هالمره لانك اول مره يعني بتجيب صبيه حلوه معك على الحاره. يا اهلا وسهلا، اليوم انتو ضيوفي وممنوع انك تعترض. عمي ما في داعي، تفضل اقعد معنا. لا ما بيصير، وهلا انبسط بوقتك. شكرا كثير لك، تفضلت علينا. شرفتي. شكرا، وانا عن جد تشرفت فيك. وانا بالاكثر، يا اهلا وسهلا فيك، المحل محلي، وهلا خذوا راحتكم. تسلم. بالاذن. كثير ظريف هالزلمه. وهالمكان عن جد كثير حلو. انت خلقت بمكان دافي وحنون، كبرت بين ناس بيحبوك. اليوم جبتك على حارتي مشان تشوفي انا كيف عايش، مشان تعرفيني اكثر وتعرفي انا شلون بفكر كمان، واني بنتمي لبيئه مختلفه عن بيئتك، وحتى يمكن ما بتشبهك ابدا. مختلفه؟ كيف يعني؟ لتكون بتنتمي لعصابه مافيا وانا ما بعرف؟ ها؟ لك لا والله مو هيك قصدي انا، يعني بكل بساطة هذا هو عالمي، عالم بسيط وبحب الحياة، عالم فيه ألفة ومحبة، والحقد والكره كلمات ما بنعرفها هون. خلاص تركني من الأدب والشعر تبعك. قول لشوف كرم، أنت معقول مثلاً أول مرة بتجيب بنت لهون؟ إيه والله. واللي اسمها بيسان؟ واللي اسمها بيسان، وما في غيرك ابدا. انت الماضي تبعي، انت الحاضر كله. شوفت عينك، انا ما فيني اقدم لك شيء غير حالي وقلبي وبس، وبحياتي ما رح ابخل عليكي حتى بروحي. معي ما بعرف ليش مو حابة هالروحة ابدا، يعني بجوز مراد يعرف يعصب. خلص ولا يهمك، انتي ارتاحي وبس. لانه اذا ضايقناها كثير بجوز تنتقم مني وتقول له لمراد على قصة الحمل الكاذب، صح؟ يعني قلت لك رؤي ما في دليل بنوب، ومستحيل يطلع بايدها شيء على فكرة. طا
طب ليش لنروح لعندها؟ بدي افهم شو رح نقلها. على طول تذكري هالمقولة مرام، وين ما رحتي كمان طبقيها، أفضل وسيلة للدفاع الهجوم. آه، يعني رايحين مشان نموتها؟ طبعاً لا حياتي، ولا تنسي إنه هي بنته لصديقنا. بس المفروض تفهم هالمرة إنه تلتزم حدودها معنا بس هيك، وبعدين تعيش حياتها بالطريقة اللي بدها إياها، ما عنا أي مشكلة. آه يا الله دخيلك، خلصني من حياة. حياة صارت مثل الكابوس بالنسبة لإلي وما عم يخلص. هالمرة بوعدك إنه هالكابوس يخلص يا مرام. أحسن شي تعمليه هلأ إنه تكملي بدور الست المفجوعة البائسة وتركي الباقي علي. رح تقولي إنه اليوم إجيتيني عم تبكي، وإنه أنتي من كتر الزعل والبكي كنتي رح ترجعي على المستشفى مرة تانية، ماشي؟ هالبنت هلأ لازم تعرف حدا كتير منيح مع عائلتنا. بدي تعرف إنه داليا صار صلماز ما له سهلة بالمرة، وإنه أنا مو مثل أي حدا. بيني وبينك حبيت طبخه لمراد أكتر من إبراهيم، وأنا كمان حبيت، بس ما حبيت أحكي كمان. إيه معك حق، حدا يزعل بالنهاية. هن الاثنين بيضلوا رفقاتي وما بدي أحدا يزعل. تفضل. صحة. عن إذنك كابتن، شبك لا تخاف، المخلوقة راحت على الحمام وهلأ راجعة، ما هربت أبداً، يعني على الأقل بشكل مؤقت. بس أنا ما عم دور عليها. إيه خلص، أنا فكرتك عم تدور عليها وقلت لحالي إنه ممكن إلك وينها. أنا مثلك ما ارتحت له لهالشب، ما حسيته نظيف بنوب ولا مهضوم. وماني حابة إنه يكمل هو وحياة، حاسة إنه في شي غلط بالموضوع، وأنا شايفة إنه حياة مخدوعة فيه ومو كاشفته بنوب، بس ما بعرف ليش. شو قصدك تقولي أنت؟ مثل ما حكينا، البنت جذابة كتير وحلوة وغبية، والزلمة باين عليه حدا مانو منيح بالمرة، مو هيك؟ يعني البنت عم تروح من إيدينا هلأ، ولازم نعمل شي بسرعة، لازم نحكي معها حتى نتأكد إنه البنت اقتنعت وما فات الأوان. Now or never مراد. Now or never. أوكي؟ أوكي. ما عم بفهم كيف أعصابه باردة هيك؟ توقعته يسحب سكين على إبراهيم بس ما تحرك. لك هالإنسان من شو مجبول؟ غباءه رح يجنني. لا تنهاري حياة، أوعك الخسارة ممنوعة، خليكي مثل ما أنتي قوية. إيه؟ شو أنت هون من زمان؟ إيه كنت ناطرك. ليش بقى؟ أنا بدي أحكي معك، اسمعيني. آسفة بس لازم أرجع فوراً على الحفلة، تعرف إبراهيم لهلأ بعده ناطر مني جواب. ما في تروحي. ليش لحتى ما روح؟ لأنه أنا هيك بدي. يعني بأي صفة؟ والله بما أنه هلأ نحن برات الشركة فأنا حرة اللي بدي اياه بسعوي. حياة اسمعي، ما رح عيد حكي، ما في تطلعي لبرا، رح تجي معي. ما رح رد عليك ورح روح. بالله شو انتي ما بتعرفي مع مين علقاني لكن. اتركني مراد، انا ما بدي اطلع معك. صرخي قد ما بدك، ما رح اتركك. نزلني. وقفيني إذا بتقدري كمان. لك مراد شو عم تعمل؟ أنت ظاهر جنيت، لوين أخذتني طيب؟ إيه عن جد أنا جنيت، وأنت السبب. لك مراد نزلني بقى.
الأكل فعلا طيب كتير. المهم كرم ركز معي شوي. هلأ لنفترض أنه كملنا، يعني أنا بس عم أفترض لا يروح فكرك لبعيد. رح تضل وراي على الدعسة وين ما رحت مثل العادة؟ رح تخنقني؟ احكي يلا. لا والله ما بخنقك بنوم. بتكسر الموبايل وانت عم تدق؟ بيسان الهيئة عم شم ريحة أخبار حلوة. جاوبني على سؤالي بالأول، جاوب. بفهم من حديثك إنك موافقة يا بيسان؟ موافقة. اسمع، كان في شغلات تانية ببالي نسيتهم كلهم. بس ثانية. هي مهمة كتير كرم، في شغلة ضرورية ولازم انك تعرفها. ما بدي اياك تحكي مع بابا بنو. اصحك. خلص مثل ما بدك، ما رح احكي. انت بس قولي شو بدك وانا خلص، يعني انا ما بيهمني غيرك انت وبس. ابوك مو مهم ابدا. ايوه هيك. طيب انا رح اقوم فوت على الحمام شوي وراجع، بعدين بنرجع منكفي حديثنا. عندي استعداد اسمعك طول العمر. لك وعدت من دقيقتين اني ما رح اتعرف عليك بالمره يا زلمه. شو اللي خلاك تدق هلا؟ والله ما انو وقتك ابدا، شو بدك مني؟ شو رح اعمل؟ امري لله، رح رد. الو نعم. كرام حبيبي مرحبا، كيفك؟ انا منيح، تفضل قلي. لازم شوفك ضروري، في عندي مشكله. اليوم مستحيل عمي جواد، ماني فاضي ابدا لانه عندي شغل كتير بصراحه. بس طالما في مشكلة ماشي، بكرة بشوفك معناتها. بس اوعى تخبر بيسان، عم تسمع؟ طيب بكرة بتصل فيك. طيب ماشي عمي، بكرة بشوفك. طيب لوين اخذني؟ فهمني. ما بعرف. اذا ما بتعرف نزلني هون، نزلني، انا بعرف امشي. لا مستحيل نزلك لانه بدك تهربي مني اكيد. طيب تفضل قل لي انت شو بدك مني. انا بقرر امتى نزلك واحكي. تفضلوا. فينا نحكي مع حياة خانم؟ حياة خانم؟ حياة سونا بيكتاش. سونا خانم مو هون هلا. طيب وكمال بيك موجود بالبيت؟ كمال بيك طلع بجولة حول العالم بعد التقاعد، وسونا خانم كمان إلى شهر مو هون. إذا في شيء أنا بخدمكم. لا لا والله، كنا مارقين من هون وقلنا لحالنا منسلم عليها، مو مشكلة. طيب وسونا خانم إمتى بترجع؟ ما عندي أي فكرة، هي ما خبرتني. طيب شكراً كتير، تصبح على خير. أهلا وسهلا. إذا سونا بيكتاش مو هون من شهر، مين اللي بالشركة؟ زلي. أوف. وأخيراً، تفضل شو بدك أقول؟ انت كيف بتحملني؟ مو عيب عليك تعمل هيك؟ شو مفكر ما معي حدا؟ ايه عن جد ما معي حدا. قلي شو بدك مني وخليني امشي يلا، لانه انا مرعوبه وبصراحه مرعوبه منك. وانت جاهزه تسمعيني؟ يا
ايه جاهزة. قولي والله. والله. مراد، أنا من زمان كنت عم بستنى هذا اليوم. معناتها اسمعي شو بدي أقول لك وفهم. أنا برأيي إنه الشاب ماله مناسب. إيه، يعني كان معك حق وقت اللي قلتي إنه ما لازم الواحد يكون مستعجل بالقرارات. إبراهيم معك ما بيزبط. كيف يعني؟ هلا أنت حملتني على ظهرك لهون بس مشان أسمع منك هذا الحكي؟ إيه طبعًا. يعني بما إنك بنت رفيقه لأبي فأنا طبيعي يكون عندي مسؤولية تجاهك. ولازم أحميكي ونبهك من الشغلات اللي شايفها غلط. أي قرار بخصني ما بيهمك ولا لك علاقة فيه. أنا مو بحاجة لحدا يحميني بنوب، وبالذات أنت، مفهوم؟ اليوم يوم جديد، اليوم ميلاد حبنا الحقيقي. انت ما بقى تكوني لحالك، اسمعيني بيسان، نحن رح نكون احلى اثنين بكل العالم حبيبتي. ايه عمهلك، شو بك مستعجل؟ روق شوي. لا ما بقدر، مستحيل اني روق. بكره اول شيء رح روح وحدد يوم كتب الكتاب، ورح حدد هذا اليوم بعطله الاسبوع الجاي. كيف كرام، شو هاد يلي عم تقوله على مهلك شوي؟ شو بناطق حالك؟ ليش مرقت من الامتحان بنجاح، شو لسه بده يصير؟ أنا ما بحب تضيع الوقت، خلينا نخطب وخلصنا بقى، نعزم الجيران ومنلبس المحابس وهيك، وبصير شوفك براحتي. كرم، ما تخنقني لو سمحت، وحاجة تضايقني، لا تخليني غير رأيي، لسه من شوي قلت لك إني موافقة، ما في داعي لهالحركات. أنا زودتها كتير ما هيك؟ بس شو بدي أعمل؟ والله لأنه الفرحة مساعدتني. بس نحن مناح ما هيك؟ كل شيء منيح يعني. نحن هلا مع بعض ما هيك حبيبتي؟ ايه مع بعض، ارتاح. ييي اوف، مو معقول انت رح اختنق من الرومانسية تبعك؟ انت ما عندك شغل؟ روح نام يلا. انت شغلي حبيبتي، ماشي الحال. يمكن هلا رح امشي، بس من اليوم ورايح وقت امشي ضلي تذكريني وفكري فيني، اتفقنا؟ ما بدي اياك تحكي مع بابا بنو، اصحك. طيب ماشي عمي، بكره بشوفك، بس اوعى تخبر بيسان. عم تسمع؟ اوه اسيل، شو هالسياره الحلوه اللي عندك؟ انا كمان سيارتي حلوه وبتشبهها كتير. انوار، هي اصلا سيارتك انت، شبك؟ يا ربي منك، انت ايمتى شربت كل هالقد؟ ما عم استوعب، بلحظه سكرت وما بقى فهمت عليك. المهم هلا اني وصلك بخير وسلامه عبيتك. اسيل، لا تكوني عم بتفكري تاخديني عبيتك مشان تنيميني عندك للصبح.
لك يا أسيل، أنت كيف بتعملي فيني هيك؟ إيه بس أنا أكيد ما رح أرضى. أنور فهم، أنا هلأ أخدتك عبيتكن أنتو. ليش؟ لأنه أنت وقت طلعت بالسيارة قعدت ورا وعملت مشكلة لأنك ما لقيت الدركسيون. لا ما بصير هيك أسيل، أنا لازم لاقي الدركسيون بكل مكان. بس ما لقيته أنور، ورحت دورت عليه بالصندوق وقلت لنوران خانم بابا، لك فكرت نربيش الجنينة حية وحتى تقتلت معه. فكرت الجراسين أجانب وناقشتهم بالاقتصاد اليوم. آسيل خديني على بيتي وفورا. ما تبلش. آسيل خديني على بيتي وفورا. خلصنا بقى، عمل لك لا تضوجني أنوار. لك على مهلك شبكي، السيارة فيها فرام كمان، أكيد بتعرفي ما هي. يعني خفف السرعة شوي لا سمح الله بلا ما يصير شي معي أنا وياكي. أحسن شيء إنك تسكت. تكرم عينك. انتي امتى رجعتي لهون؟ يا ريتني ما رجعت، او الاحسن يا ريت ما رحت، على القليله ما كنت سمعت اللي سمعته. بس ملحق علي. انتي كمان ما صار مثل ما بدك مو هيك؟ عيد شو قلت؟ كانك قلت انتي كمان مزبوط، يعني انتو صاير معكم شي، احكوا لي بسرعه لشوف. مراد عمل شي فصل ناقص؟ ايه، حطني على كتفه وخطفني من البيت، بعدين حذرني بخصوص إبراهيم وتركني امشي، يعني حتى ما اهتم كيف بدي ارجع على البيت لحالي. تصوري هالزلمه غريب. جاي معك، استني شوي. يعني كمان مراد طلع واحد غبي، عن جد شي حلو كتير. يا ترى إلي مكان بيناتكم؟ ليش كمان بدك تفش خلقك؟ لأنه بعد سنة ونص لقيت شغل وما ارتحت بنوم. إن شاء الله بتنحل كل مشاكلك. شكراً بيسان، شكراً. تصبحوا على خير، مع السلامة يا جماعة، خلونا نشوفكن. طولوا كتير، فكرتن ما رح يمشوا أبداً. وأنا رح أمشي بعد شوي. سكوت خلصنا مراد، أنا ما بقصدك أنت، حتى نام هون إذا بدك، فيك تضل قد ما بدك. حكيت مع البنت؟ رح موت لأعرف شو صار، قلي. طبعاً حكيت معها. قلي شو حكيت وشو جاوبت، وبعد جوابها أنت حكيت شي ولا ضليت ساكت، ولا أنت حكيت وهي سمعتك؟ يلا حكي لي بالتفصيل شو صار. نوران أنا قلت كل شي عندي، عملت اللي علي والباقي شي بخصها. يعني بس هيك مراد؟ ايه بس هيك. ليش شو كنتي متوقعة؟ بصراحة أنا ما كنت متوقعة شي. شكرا كتير، كانت سهرة عن جد حلوة. يلا بشوفك. مو قدراني أفكر بنوم ولا أعمل شي. نحنا شو هلا؟ شو اللي بيناتنا؟ شو هذا اللي عمله؟ ما عم بفهمه. نوران خانو، ممكن تفهمك شو صاير؟ أهلين نوران خانو. مدري كيف هالزلمة بفكر، حتى بيجيب الجلطة رح يجنني. حاولت كتير، رح جن على قد ما عصبت، ما قدرت أسحب ولا كلمة واحدة منه. هالإنسان ما عنده مشاعر. يعني ما استفدنا شي. هو ما قال لي شيء. انت قولي لي لشوف شو صار معكم، طمنيني واحكي لي، انت غلبتي لمراد ولا مراد اللي غلبك؟ الموضوع ماله هيك ابدا، وما صار شيء جديد نوران خانو. بس مراد بيك كان بده مصلحتي منشان يحذرني من ابراهيم، يعني هذا اللي قاله. لك والله انا رح جن، مراد هذا اكيد عم يخطط لشيء، او عم يمرق بصدمه من الظروف يلي صارت معه اخر كم يوم، وعم يخبي لحتى ما يبين عليه الزعل. رح نستنى ونشوف شو رح يعمل، احسن شيء ما عنا غير الصبر. طيب فهمت. ضلي قويه يا حلوه ولا تضعفي بنوب،
يلا تصبحي على خير. بجرب. تصبحي على خير. سمعتوا؟ ما في شي جديد وما استفدنا شي. مو معقول شو أناني، ما حكى شي لنوران خانو. مراد شو اللي ما عجبه فيني؟ ما عم أفهم. عندي ماضي نظيف، حياتي المهنية منيحة، شكلي مرتب، حديثي لطيف، حتى بعرف ساوي أكل كمان. شو بده؟ بكل مرة بمزح لازم خبركن إني عم أمزح، ما هيك؟ ليكو، برأيي هو حس إنه نحنا عم نلعب عليه ولهيك عم يلعب فينا. مين بده يكون خبره؟ مستحيل، ما في حدا ممكن يقله. نوران خانو متفاجأة أكتر مني. بيسان وأنا أكيد ما رح نحكي له. يعني ما بضل غير أسيل. صحي، وين أسيل لهلا؟ أنتي وعم تحكي مع مراد فجأة طلعت هي وأنور. مهلك، ما بعرف شو لازم أعمل لحتى خليك تصحى وتركز معي شوي. بعمل لك شاي ولا أعمل لك قهوة؟ شو أعمل لك لتصحى؟ أنا بعرف. شو اللي بتعرفه؟ كيف بدك تخليني أصحى؟ قلي كيف، هات لشوف. شوفي كيف. أنوار! أنوار! أنت مجنون عن جد؟ أنت واحد مجنون؟ شو هالإجرام تبعك؟ أنت واحد مو طبيعي وما حدا بيفهم عليك. شو هالعلقة اللي علقتها معك أنا؟ وهي آخر مرة بسهر معك، فهمان؟ بس أنا عن جد صحصحت. أسيل؟ أسيل؟ ساعديني! أنوار شو في؟ أنوار! لك تشنجت رجلي وما لي قدران أتحرك. أسيل الحقيني، يلا تعالي. روق جاية! تغرق أنوار، انتبه، ليتني جاية بسرعة. أنا أجيت أنوار. المي باردة أنوار. المي كتير حلوة بصراحة، لهيك حبيت إنك تجربيها. أنت عن جد واحد وسخ وفقير، أنت واحد تافه، أنا فرجيك مسحة أصوله، واحد ثقيل. مو معقول، شو مسحك غليظ، عن جد مجنون. خلص بقى، خلص أنوار، عن جد حلوة المي. بس شو هاد؟ ما عم بترد. شفتي هي أسيل قدرت إنها تعلقه لأنوار. خايفة تكون بورطة. مو معقول، مو أنتي قلتي إنها مع أنوار؟ وجوده ما رح يصير لشي، ما منعرف لوين بيكون أخذ البنت. على الأقل واحدة فينا تكون مبسوطة. ايه والله، واحدة منا تكون مبسوطة أحسن ما تكون مثلنا. لكن إحنا شو صاير فينا؟ الحب والغرام صدقيني بيوجعوا الراس. يا روحي أنتي روقي، نحنا فكرنا أنه أنتي وكرم مشي حالكم. شو صار بعدين معكم؟ ما بعرف حياة، لو ما سمعت بأدنية ما كنت رح صدق اللي صار. زلمي من دقيقة كان وعدني أنه ما رح يحكي معه لأبي، وبعدها فوراً بيرد على تليفونه. إذا وثقتي مرة برجال بغرقك بالكذب بمجرد تديري ظهرك وما بيسأل شو ممكن يصير فيكي. ما أنتوا بتحبوا بعضكم، ليش ما واجهتي دغري؟ لأنه بصراحة عايشني يوم حلو كتير لدرجة إني ما قدرت، ما صغيت فيه لكرم ولا صغيت في حالي كمان. حبيت إنه يضل هاليوم إلنا على الأقل. بس بكرة رح تحاكي أكيد. رح حاكي ورح أقول له كل اللي بقلبي. ما بيصير، هو ما بيصير يوعدني بشغلي وبعدها فوراً يكذب علي. ما في يكمل معه هيك، مستحيل. اجت لأقوم شوف شو صار معها هالمجنونة. خير؟ شوفي انت مو رحت؟ بصراحة رحت بس ما صبرت، قام رجعت. رحت واجيت، رحت رحت ورجعت، بس انا هلا صرت عندك. طيب رو بيسان، تعي معي بس دقيقة واحدة لبرا.
يلا. المفروض تهمل الشيء اللي بدك اياه، لانه كل ما اهتميت فيه رح يروح دغري، وهذا بينطبق على كل شيء بهي الحياه على فكره. بس انا عم طبق كلامك واخده بعين الاعتبار. من كم يوم قلت لي انه ركز بحياتي واعطي فرصه لحدا تاني، وانا هيك عم بعمل. ما في تروحي. ليش لحتى ما روح؟ لأنه أنا هيك بدي. يعني بأي صفة؟ والله بما أنه هلأ نحن برات الشركة، فأنا حرة اللي بدي إياه بسعوي. مراد، أنا من زمان كنت عم بستنى هذا اليوم. كيف يعني؟ هلا انت حملتني على ظهرك لهون بس مشان اسمع منك هذا الحكي؟ معقول تكوني عم تلعبي علي حياة بكتاش؟ واو، قلي شو هاد؟ عن جد بجنن. شو حلو، مو معقول. لك عن جد طلع بيتكم كتير كبير انوار. شو بتعملوا انتو بهالبيت كله؟ لك اذا بدكم تحكوا مع بعض بتجيبوا ميكروفونات يمكن. لا مو بس هيك، يعني اذا عم تفكر تروح من الصالون للمطبخ مثلا بنص الطريق بتتعب وبتفكر تاخد تاكسي لانه المسافة بعيدة. اسيل انت عن جد مهضومة وشعراتك هيك احلى. لك انو شعر هذا؟ انور شوف حالتنا شو صار فينا. ليك عم نقط مي بكل مكان بهالبيت الكبير. انت لو سمحت اعطيني ثياب ناشفه ونظيفه بسرعه، رح اغير ثيابي والبسهم وارجع على بيتنا الصغير فورا. هون البيت كتير كبير، بضيع او بيصير لي شيء، انا خايفه من بيتكم. يلا لسه بكير كتير اسيل، خلينا نلعب طمامه بالاول. ايه لك انو طمامه بهذا البيت الكبير؟ هلا بضل بدور عليك يوم كامل، خليني اروح احسن. ايه اسيل بس دقيقة، رو اسمعيني شوي. أنوار اسنديني لو سمحتي. أنوار شو صار لك؟ أوه ما بعرف ليش دخت هيك. لك شو هالقلب القاسي اللي عندك؟ معقول تتركيني بهالحالة وتروحي؟ لك أنوار شو بيعرفني؟ فكرتك صحيت ومشي الحال بعد ما حكينا وضحكنا، شو صار لك هيك فجأة؟ شو رأيك؟ ساوي لك فنجان قهوة، بركي بتصحصح ونخلص من هالقصة بقى وبروح. أي طبعاً موافق. حاسستك عم تضحك علي، مو هيك؟ رح نشوف بعد القهوة شو رح يصير. يلا يلا امشي قدامي. يا الله كرام، دوختني الشباك. شو بدك قول؟ ليك إذا رح تعمل لي فيها مفاجآت بحب أقول لك إنه أنا ما بدي. لا مو هيك، بس أنا أعطيكي وعد إنه أنا ما رح أخبي عليكي شيء، وفي شغلة ضرورية لازم أقول لك إياها. أنا بعرف. كيف؟ من الأكل صاير فيك هيك، لأنه لما عزمني الزلمة ما تركت شيء على الطاولة. لك وقفي، لا تخليني خربط أكثر. كأنه هالمرة حكيك جدي. ليكي منعتيني أحكي مع أبوكي، بس ونحن عم ناكل انت مو قمتي على الحمام؟ قام ابوك يدق لي وقتها، انا ما رديت، عن جد انا ما رديت بالاول، بعدين ضل عم يدق كثير. وانت رديت؟ رديت، يعني ايه؟ بصراحة خفت يكون في شيء مهم كتير، بعدين هو قال لي انه لازم يشوفني وقال انه في مشكلة كبيرة. شو بعمل بيسان؟ بيضل ابوكي بالنهاية. شو قلت له؟ قلت له طيب يعني ماشي بشوفك بكرة، شو بدي اعمل يعني؟ واخيرا خلص انا حكيت كل شيء وارتحت تمام. اوه منيح انه حكيت، لانه انا اصلا كنت بعرف بالموضوع.
يعني لو ما انت كنت جاي لهون وحاكي صدقني كنت رح تخسرني بأقرب وقت. تعي لهون لك حبيبة قلبي يا عمري، انت تعي. شكرا كرام لأنه وفيت بوعدك ولأنك اجيت. كنت رح جن لأني خبيت عليكي، بس ما قدرت بيسام. طبعا ما لازم تخبي علي أي شيء. هلأ المهم شو الموضوع الضروري؟ شو بده منك؟ عن جد ما بعرف، صدقيني أنا هي ما بعرفها. طيب معناها أنا كمان رايحة معك. ماشي يا عمري، تعي تعي شو عليه؟ منروح سوا ليش لا؟ يلا بس تعي خليكي قربي لعندي شوي هيك ضميني، أنا بحبك. الشامبو اللي عم تستعمليه ريحته حلوة. أنوار أنوار اسمع، قديش هدول وأنا مين؟ هدول اتنين وأنتي بتكوني ملاكي الحارس. لك لا ملاك ولا شي، ليش أنا شو عملت؟ كله فنجان قهوة بسيط، هذا كل شي عملته لتصحى. بس هلأ الواضح أنك أنت صحصحت وصار فيني أتركك لحالك. كمان صار وقت رجعتي على البيت وبدي وقت لأوصل. لك أسيل شو هالحكي هاد؟ معقول؟ صارت الساعة 1:30، يعني مستحيل اتركك تروحي هلأ؟ أقل شي خليني أحضر لك الفطور بكرة بإيدي. طيب يعني شكراً إلك بس مو اليوم، اعتبر هذا دين عليك وبتعمل لي فطور بيوم تاني أنوار، لأنه عن جد أنا بالعادة ما بسهر لهلأ، بس لأني كنت خايفة عليك ضليت لهذا الوقت قاعدة وناطرتك لتصحى، وإلا أنا من المستحيل أنه أنا أكون متحملة لهذا الوقت بدون نوم. ناسي كتير. أسيل أنا آسف بس لازم أعترف لك بشي كتير مهم. صدقيني أنا اليوم ما كنت سكران بنوم، بالعكس كنت صحيان، بس وقت بكون معك بكون فرحان من كل قلبي. الحقيقة كنت عم مثل عليكي إني مو صحيان وعملت كتير حركات كرمال ما تتركيني وتروحي، فأنت لازم تقدري قيمة هالشي لأنه أنا بحياتي ما تعبت حالي كرمال أي بنت قبلك. أسيل فيقي؟ أسيل؟ لك أسيل؟ أهلين أنوار. كيفك حياة؟ أنا آسف على الإزعاج بهذا الوقت، بس أسيل نامت. نامت وين؟ نامت عنا على الكرسي بالجنينة، وحاولت كتير إني فيقها بس ما مشي الحال بنوم. مستحيل تفيق أنوار، حتى غريبة إنها ضلت سهرانة لهالوقت. أنت غطيها وإذا شخيرة عالي انقلها على الغرفة تكون فيها لحالها. طيب ماشي، ليكي خبري بيسان حتى ما ينشغل بالها. خلاص أسيل معي لا تخافوا عليها. طيب خلص أنا بخبرها. شكراً لأنك اتصلت. تصبح على خير. ولا يهمك، تلاقي الخير. سمعتي شو قال الشاب ما هيك داليا خانم؟ إلا أكتر من شهر مو بالبيت. هالبنت إذا مو ببيتها وين بدها تكون؟ بس ما تكون ساكنة مع مراد. برأيك هي مشكلتنا مرام؟ وليش لا تسكن عند مراد؟ لأنه في شي بيناتهم، قايلتلك من قبل. كله من حياة خانو، ما كفاها اللي عملته، بدها تاخذ كل شي وما تترك لي شي. مرام ممكن تهدي شوي لو سمحتي؟ بآخر شهر التهينا بالعرس، أصلاً كلنا مع بعض، لو في هيك شي مو كنا رح نحس؟ كنا منحس ما هيك؟ طبعاً كنا منحس. طيب لو بالأصل حياة تطلع كذابة كبيرة وما لسونا بيكتاش وأخذت مكانها؟ لهيك ما لساكنة ببيت سونا. شو هاد اللي عم تقلفي براسك انتي كرمال الله مرام؟ شوي عايشة عند مراد وشوي ما نسونا بكتاش. لو سمحتي فكري بعقلك شوي لأنه هذا مو حكي. يعني هذا الوضع أنا الوحيدة اللي مستغربته ما هيك؟ ايه حبيبتي، حياة مين ووين ساكنة ما بيهمني هالشي بنوب،
وشو دخلني أنا أصلاً؟ شو بتعرف عن الحمل المزيف ومن وين بتعرف وكيف عرفت؟ أنا اللي بيهمني أعرف كل هالأجوبة، فهمتي علي؟ Aşk laftan anlar mı? Tesadüflere inanmam. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere şarkı var.